يا مهند، اللهم صل على النبي. النهارده العيد ولا ايه؟ النهارده العيد بسم بالنسبة الله لنا. الرحمن الرحيم. يلا كل سنة وانتم السلام عليكم يا طيبين. جماعه، كل سنه وانتم طيبين. يلا اتفضلوا معانا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. انت مبادره يعني؟ عندي كبده بتاعت العيد ان شاء الله في العام الصبح. يا سيدي يلا كل سنة وانت طيب. بسم الله عملنا طريق. جبت العيد بدري؟ جبت تاني العيد بدري مقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. بس يا مهندس يا ريان، اديها حتة عيش يا خد يا روح. غلط عليها، تاكل حاجة ريزة صغيرة. لا لا، تبدأ تجيل عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله عليكم. خد تحفة السوس بتاع الكبدة، فظيع. تعرف تجيب الكمون من هناك هنا؟ لا مش تعرف؟ انا حط الكمون كتير على فكرة على الطماطم. الطماطم عليها كمون كتير، مش تكتروا في الأملاح. انا بشرب الطماطم. عايزين نكبر بيكوا كده، احسن ناس في الدنيا. تنسيت يا مهند نقول لهم، مش عايز تقول لهم حاجة؟ والله ما محتاجين احنا نقول لهم، هم اساسا حبايبنا، اساسا مش بنسينا باللايك الحلو والاشتراك الحلو وتفعيل الجرس، عشان يعني الحاجات دي هي اللي بتعلي القناه. عايزين نعدي ال 1000 ونوصل ل 200000 بيكو بقى ان شاء الله. الموضوع طول كده، نفرض على اكله الكبده دي عشان اعملها بدري تعمل لنا 10000 لايك. ايه ما تمام مظبوط النهارده بابا، مظبوط يعني مظبوط من جبدة اللي كده بابا حلوة. تحفة الفرح، بس عامل حلو. احنا عايزين ناخد الدلع، عايزين نوصل ل10000 لايك. لما المهم نوصل وناخد الدلع. يا الأكلة دي المفروض يعمل لنا عليها كام لايك؟ 200000 لايك. هما بقى يوصلونا بقى، احنا مش طماعين. مش طماعين، بس احنا بصراحة نفسنا نوصل 200000 لايك. مش انا ليك يا معلم، اقول لك كبدة البرنس ولا غيره؟ ماما مش احسن من عمال البيت؟ صحيح. ماما مش بحب اكل المطعم خالص. انا بحب اعمل انا اكل في بيتي. لان جبتها الكبده ما شاء الله يعني مكبرها. ماما متعلمه من تيتا. نفسي بقى الكبده دي بقى ايه، ولا تقول لي مطعم ولا تقول لي اي حاجه. انا احسن حاجه في الدنيا كلها بحب البصل ده، عشان كده مكتره لك البصل وال انا بحب البصل كتير. انا الكبده كتير انا على فكره. ما هي فين يا ماما؟ جدين مش كنت لا تاكلي لي اهو طبق بزحلك. لا كل يا جميل. حتى العيش وقت منها شوية كده، ما أنا تأتي استنى ودي الوحد ولوزي ده مالي يا ناس. انت جميلة، انت حتى السكر. والله حبكي أم خلاصي حبيبتي يا ناس، حبيبتي لولو جميلة دي. خلاصي خلاص يا ناس. قولوا لهم وصلنا ل 10000 لايك. 200000 لايك يا بابا. قولوا لهم يا لون. اشتركوا في القناه، اشتركوا في القناه، واللي يتفرج على الفيديو مش ينسى اللايك. مش ينسى اللايك بتاع الحلو كده، مش هتخسروا حاجه ببلاش يا جماعه كده. يعني انتوا ذاكروا كده في ثانيه، تروحوا انتوا بلعينها في ثانيه. يلا بألف هنا يا رب. يعني لو انتوا كلت اكل ماما اقسم بالله طولت النهار جاية على الكبدة غاية مش تشبعوا منها. انا بحب فيه لو فانا محمصة. لا دي بتاع البابا، انا حدي خد خد يا لول، خد خد سجل البصل.
البهارات كلها نازله في البصل. خد خد مش تزعل. بعدين الكبده حلاوتها في العيش البلدي، عيش البلدي يعني الكبده بصراحه يعني. صحيح دودة؟ مش بحب العيش الابيض اصلا، انا بعشق العيش الابيض، بعشق العيش البلدي. بابا مش مبطل، بابا فرحان من الكبده قوي يسحب من الحلوين. أما أنا عاملها طريقة العيد، كوسة مية طيبة. أنت طيب. ربنا يعود عليكم يا رب الأيام بخير يا رب. معانا مصلح في الأكل. جميلة يا مان، تسلمي ليك. قلت لهم الله يعطيك العافية. عاملها ازاي الطريقة دي؟ بعلي صوتك. بجيب نص كيلو كبدة يا جماعة، هي دي ونص كيلو كبدة ماشي؟ أحط عليها نص كوباية إن شاء الله. هي ما شاء الله تبقى نختمكم. اه هجيب عليها اللهم صل على النبي نص فنجان زيت. هجيب عليها معلقة بهارات كبدة وفلفل اسود وملح وكمون، واركنها لمدة نص ساعة كده عبات لما تقطع البصل بتاعك الحلو كده يعني. البصل حط عليها ان شاء الله يكون كيلو الا ربع بصل كيلو، حط زي ما البصل دي بالذات حسب رغبتك، ان شاء الله تحط بصلات احنا بنحب بصلها كتير. حط عليها لو الفلفل صغير حط عليها 4 جرون 5 جرون فلفل، فلفل كبير حطي جرنين اتنين بالعدد. وتروحي حط الزيت على النار لما يسخن حلو، تحط الكبدة وتديها كده صدمة كده لحد لما تلاقيها كلها مسكت في بعضها كده يعني، كل كده على روحها كده وفيها تحميرة بسيطة. بعد كده حطي الفلفل عليها وديها تشويح. بعد كده حطي عليها البصل. طبعا انت متبليها بقى بالبهارات اللي انت حطوها دي، حط بصل، عايزه شويه فلفل اصفر حط عليها شويه فلفل اصفر، انا عايزه شويه كمون حط عليها شويه كمون بسيطه، حط عليها شويه ملح في الاخر. اللحمه والكبده واي طيور اي حاجه يا جماعه ما تحطيش ملح. انت فكرتيني انما انت مش فكرتيني نصورها كده كده مش هنعمل كبده تاني يعني، المره الجايه لما نعملها نصورها لكم. ما بحط، في ناس يقولوا الكبده بنحط عليها ميه، الكبده مش عارفه بنحط عليها، انا ما بحطش عليها اي حاجه خالص الا اللي انا بحطه ده بس. والبصل طبعا عشان يدي كرمل كده في الاخر كده، بتعلي النار هتلاقيها نزلت البصل بنزل طبعا ميه كده. سيبيها بقى لما تشوف عليها غطا الحله، وبعد كده تروحي انت بقى سايباها على نار عاليه، هتلاقيه من تحت القعر بتاعها بدا يعمل لك ايه لون كده زي الكراميل كده بالمعلقه، وبداي قلب من فوق لتحت ووطي في الاخر، وتروحي انت سايباها كده هتلاقي تعريبه الكبده الصوص بتاعها اللي في الاخر دوت الكراميل دوت رفع مع الكبده تاني قلبها بالمعلقه، وتروحي معاليه وتجلبتين ثلاثه في الاخر كده، وبداي بقى فض في طبق زي كده. تاكلوا احلى كبده والله العظيم في حياتك. مش بعملها لا بكده حتى الاكل ضرب في النافوخ. بابا مبسوط من الفرحة على الكبدة. فرحة؟ اه يعني الكبدة انا بديها في الاخر لون عامل ازاي اهو، مش لونها يعني لو كاتم هو فاتح ولا ومن جوه عامله ازاي عشان تسويتها من البدايه صح وحليتها من البدايه صح، مع ان مش بتشد في كبده بتشد لما في ناس بيسووها غلط. قعدت تفتح الباب طالع ونازله ما دخلت لنا الناموس بتاع الدبانة. واليومين دمت الواحده بتفتح البلكونه كتير يعني، ايه الغسيل والغسيل السجاد وال طبعا والترويج غصبا عن الواحده الناموس الدبان هيخش. طب
طب هي النهارده يا بابا بتمشي وراحت سايبه البلكونه وانا مستغني. هنشغل البرسول وهنظبط الحته. برسول يا ماما مش عارف في ده احنا عندنا منه يا اصحابنا حاليا منه اتنين ولا بنفع ولا بعمل حاجه والله. قولي يا بابا بس بقى انا بعشقه بقى. انا مبسوطه من النص اصل نكبر بيكوا بقى احسن ناس في الدنيا كده. حددنا في الالف مشترك دوت 7 شهور عايزين نكبر بيكوا كده احسن ناس في الدنيا كلها. نوصل على المحتوى بتاعنا. اشترك ببلاش. الاشتراك ببلاش يعني ايه والفرجه ببلاش وكل حاجه ببلاش يعني مش هتنسى حاجه يعني ما تنسونا على تشتركوا معانا في القناه عشان القناه مش تكبر الا بيكوا. فعلنا كده القناه كده عايزين كده نشير كده يعني الفيديوهات بتاعتنا كده يا جماعه كده. بصراحة نفسي جيل بتاع قلت ماما ما تعمل كبدة يا ماما شو ماما كلها ليه قلت لها راح تعملها بقى. بصراحة الكبدة أحلى من أحلى من بتاعة المطعم. بتاعة المطعم بيجيبوا لحمة شينة أو كده بقى. عجبتك الجدة؟ في الاخر بابا كان جيب كده راح تاني بقى قلت يا بابا بس يا بابا كده دي بتاعت ماما احلى ممكن مبسوطه ما حدش كده راح نحلى رميناها في الزباله. كترت انت الطماطم في طماطم معانا يعني عشان بحب الطماطم. عايز طماطم؟ لسه واكله منها. عشان بتاع بابا مش عليها كمون لحد البصل انا بتاعتي مكتره ماما مكتره عليها عشان لحد الطماطم يكون عليها كمون. ما دي عليها كمون كتير على فكره الطماطم دي. وانا كنت من لسه ضايقاه بس انت خدت بالك والله. حد بتاع امبارح احنا جايلين دولمه العرقيه وكاتبين في العنوان كده واحد يطلع يقول بس مش فاهم الكلام بتاعه. يقول ايه؟ ما علينا يعني بقول ايه يعني مش تفهمني. قول مش عارف تنكروا العراق ده احنا عمالين نقول العراق واحسن اكله هي الدولمه العربيه. بس كان انا في اول بدايه الفيديو بقول بابا ما سمعش بقى الفيديو دخل تعالى كده خلاص. احنا والله العظيم اول ما بدات في الدولمه العراقيه دي قلت احلى تحيه خاصه للعراق وجميع الدول العربية كلهم عايزين ننسى حاجة تزعل والسعودية والإمارات والأردن وفلسطين كل الدول العربية كل الدول العربية. أنا بتكلم على الأكلة الخاصة اللي هم بتاعت مشغولة بلد مشغولة بأكل طبعا يعني الكبسة السعودية دي معروفة إن السعودية اللي بتعملها. إيه المحشي جوك طبعا مصر مشرب المحشي. كل دولة لها أكل. أنا قلنا تحية مش قعدنا نقول تحية خاصة للدولة العراقية. جميع الدول كلها. أنا يعني محشي دي ماما عاملاه حلو أصلا. لا أحلى حاجة المحشي والله أني بعشق المحشي. إيه دول؟ يلا يا جماعة بقى. مش عايزين نطول عليكم. تلانسون. قولوا باي قولوا لهم باي قولوا لهم باي. مش تنسوا تشتركوا في القناه وتفعلوا لنا الجرس عشان تحطوا اللايك وتحطوا لنا اللايك بتاعكم الحلو يا جماعه بالله عليكم. مش تنسونا باللايك والاشتراك بتاعكم. قولوا حطوا اللايك. يلا مع السلامه يا جماعه. مع السلامه.